انا الوالده ديالي عيانه هذه مده 5 سنين وهي في هذه الحاله هذه، وخديتها للطبيب ما قبلوها ليش، كيقولوا لي خصك يعني تخلص يعني النعاس اللي كتنعس فيه والدواء وعدد المصاريف يعني ديال هي ديال ليكوش والدواء والراديوات، وعاد عندي عاد الكرا ديالها وعاد ما كيقبلوها ليش في الطبيب، فيما كنت ديها ما كيقولوا لي من الاحسن خصك ديال الكلينيكا، على الكرش ديالها مريضه ما قبلوش عاوتاني يديروا لي العمليه، قالوا لي خصك حتى توجد تقريبا 500,000 عاد نديروها لك. صافي جبتها وخليتها هنا في الدار دابا اكثر من 3 سنين، وانا كنعاني معها يعني ما عنديش اللي يعاوني عليها ولا اللي يكون لي يعاوني في الدواء ولا في ليكوش ولا في الكريال البيت، وما كنلقاش اللي يعاوني على هاد المصاريف هادو، مصاريف الطبيب كتعاني برجلها بجوج، عندها بجوج كلاهم لي السكر من القدم درجلها، ما كتقدرش تمشى لي، كتجلس ليها في الركنه، خصني ندير لها كلشي ليكوش ومصاريف ديال الدوايات اللي كنشري لها، وهادشي ما كاين، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الا كان شي محسنين يعاونوني فيها في ليكوش ديالها وكرا ومصاريف الماكله، كنطالب الا كان من الله سبحانه وتعالى الا كان شي محسنين يعاونوني فيها يعني في الكرا ديالها وفي الدواء، تنشوف يعني ما يبقاوش رجلها هيدا بعدا معاناه ديال رجلها ومعاناه ديال المرض اخر اللي عندي في كرشه ديال اللي كيهود لها ومحتاجه ليكوش بزاف، كطالب لي ليكوش بزاف. محسنين يعاونوني شويه في الدواء، في الطبيب نمشي للطبيب ما كنمشيش للطبيب والو، وما كنوقفش ما كنجلسش، كنجلس فواحد الموضع صافي، وانا عيانه مريضه، عيانه مريضه بزاف، مريضه بزاف، ما كاين شي دواء ما كاين والو هاد الساعه، الحمد لله الحمد لله، يكون الجواد يكون فيه محننه يعاونوني يا بنتي، الحمد لله.